صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطم أذيتنا من طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة كيما تقيل بظل أوراق الله وغصوني، ومجمعي حطب على البيت الذي لا يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها، يعني تعصر فاطمة بعد رسول الله، النبي لما يقبر الجرح لما يندمل، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، بعد والقائدين إمامهم بنجاده، إمامكم يقاد كالبعير المغشوش، والقائدين إمامهم بنجاده، والطور تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني، غمض عيون وشيل لو زاد يا أبو حسين
يبطل ونينال مصطفى خير النبي غربت عنا يا ابن عمي دس باليدين شوفا يدير العيل انا ومد رجله وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا توني بطل البواكي ذاب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزج تفقدينا وثوب الحزن من بعد عاني بتلبسينا ومنك يكسرون العدا بالباب ضلعه خرت على ابوها تصيح بدمع سجاء ان كان ضلعي يكسرون بصاير البه وصل وصل كرار بينا ووصل اصحاب لحد علينا يجتري يا قرة العين هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا العزيز حسين ياه يشم نحره وياه عقب عيناه هاك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطه لكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال ما زلت ينقلني ربي من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ولم يدنسني بدنس الجاهلية حتى أخرجني إلى عالمكم هذا نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد ما زلت ينقلني ربي من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ولم يدنسني بدنس الجاهلية حتى أخرجني إلى عالمكم هذا اعتقادنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت أن المعصوم لا يمكن أن يأتي إلا من أبوين موحدين سلسلة متصلة من الموحدين إلى آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والنبي يقول لم يدنسني بدنس الجاهلية
البيت الطاهر هالسلسلة المتصلة ما مرت بأوثان ولا بدنس الجاهلية أبدا. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في نفس المضمون يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين يعني هل هو سجود النبي مع المسلمين بالمسجد وبالأماكن؟ لا لا لا، المقصود هو تنقل النبي، تقلبه في أرحام وأصلاب الطاهرين والطاهرات إلى أن خرج إلى هذه الدنيا. هذا معتقدنا إحنا، وهذا كلام المصطفى صلى الله عليه وآله. يجيك واحد محسوب على هذه الأمة، محسوب على أمة النبي صلى الله عليه وآله، يقول لك أمه مشركة وأبوه مشرك، شنو المشكلة يعني إن يصير أبو النبي مشرك وأمه مشركة؟ شنو المشكلة يعني؟ هل الموضوع ما أدري إحنا شنو نسميه؟ هذول عندهم أمية مقيتة، هل هو نفاق داخلي؟ سمى أنت بالاسم اللي يناسب، لأن بعض الألفاظ ما يصير نقولها على هالمنبر الشريف، نخليها بعدين، لأن هؤلاء ما أدري شو يستحقون من الألفاظ. يجي يقول لك على سبيل المثال من اللطائف أن البخاري يسألون: هل يجوز زيارة قبور المشركين؟ يقول: بلى يجوز. ليش يجوز جنابك؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يزور قبر أمه ويبكي على قبره، فيجوز زيارة قبور المشركين. أنت تعال، إذا قبر المشرك يجوز زيارته فمن باب أولى أن زيارة قبور المسلمين جائزة. شايف أنت هاي اللخبطة بالمفاهيم وين تودينا إحنا؟ كأن واحد يعطونا طراق ويجيبونا بسطار، يعطونا ما أدري. إذا كانت زيارة قبر المشرك جائزة فإن زيارة قبر المسلم جائزة، ومن باب أولى إذا كانت زيارة هالقبرين المسلم والمشرك جائزة، من باب أولى أن تكون زيارة قبور الأولياء الصالحين وعلى رأسهم أهل البيت عليهم السلام جائزة. واللي ليش أنتوا تقلبوا بالمفاهيم ها؟ ليش تقلبوا بالمفاهيم؟ كل ما بالموضوع أن هناك بشر يرجحون بين مصلحة شخصية وبين رضا الله تبارك وتعالى وبين الحقائق، يرجح مصالح الشخصية. يقول لي: خلني أعيش لي أنا يومين في فلل وفي سيارات فاخرة. أول بعد ما في فلل يعطون حصان تيربو يمشي فيه، ويعطون خوش بيت قصر يمشي بالموضوع، وخللوا على حساب الناس وعلى حساب النبي صلى الله عليه وآله. وش يعني أمرخ كرامة النبي في التراب؟ ماكو مشكلة، خليني أرفع بين مستوى واحد وأخلي كرامة النبي في التراب. تمو تسمع روايات مؤلمة. يقول لك النبي صلى الله عليه وآله كان في داره ويأكل مع إحدى زوجاته، وتعرف الزوج مع زوجته يأكل في آنية واحدة، يعني في بادية واحدة ويأكل وياه. إجا واحد من الصحابة، مو أخوه ولا عمه ولا أقرباء أبدا، واحد من الصحابة غريب، قال: تفضل ويانا. عاد إجا وياهم وجلس على نفس المتر. الرواية موجودة، مو قاعدين إحنا نفتري على الناس أبدا، موجودة ويدافعون عنها بعد. جلس معهما وكل ما أكل إيده تضرب في إيد زوجة النبي، يأكل إيده تضرب. يقول لك غيرة ما سمحت، قام وطلع زعلان. ليش يعني غيرة النبي تسمح؟ شايف انت التفاهة وين توصل بالناس؟ شايف يودون المصطفى إلى أي مستوى؟ هذا أعظم من خلق الله بالوجود، والله يمدح أخلاقه ويمدح هذا النبي العظيم. يقول لك غيرة فلان أعظم من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الإنسان العادي لو جالس في بيتك وتاكل في ماعون واحد ويا زوجتك، ودخل أخوك بعد مو غريب، شو تسوي زوجتك؟ تقوم من باب الأدب، من باب الاحترام، من باب العفة، أنها تقوم. يعني هذا خلاص ما يصير. هذا يقول لك واحد يجي يبغي يكحلها مثل ما نقول إحنا ويعميها، واحد يقول هذه الرواية صحيحة. ليش مولانا صحيحة؟ قال: لأنها حدثت قبل نزول آية الحجاب. وشنو القضية؟ حتى بأيام الجاهلية ما كانت في بيوت عفيفة، يعني حتى قبل الرسالة ما كانت نساء عفيفات محجبة، لا أكو موجود. روح اقرأ يا حبيبي. ف
فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما يقول إلها النبي صلى الله عليه وآله ويسميها يا أمّا لأن الحنون على رسول الله. يقول إلها إن الناس ليحشرون يوم القيامة وهم عرات. قالت واسو أتاه أحشر كل الناس عرات، ولذلك عندنا أنزلها قبرها هي قالت إلها كفني بثوبك بقميصك. الإمام السجاد عليه السلام بالشام يقول أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، هذول هم أهل البيت. لكن هؤلاء الناس صدقني حس في نفسهم أنهم يمرون على بيت طاهر مطهر، الله يقول أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ما يقدر يتحمل، لأن أكو بيوت شايلينها على الأعناق هم. وروح شوف اقرأ تاريخ، روح اقرأ التاريخ، وإحنا نتبلى ولا التاريخ موجود والتاريخ مفتوح على مصراعه. فاطمة الزهراء عليها السلام صاحبتها المصائب هذه الأيام تقول إلى فضة وهي على فراش المنية، تشوفها فضة تتلوى من الألم تبكي، تقولها وش فيك يا ابنة رسول الله، ما الذي حل بساحتك؟ تقول إلها إني لأستقبح ما يفعل بالنساء بعد موتهن. قال ايش يسوون يا ابنة رسول الله؟ قالت يخلونهم على نعش فتعرف المرأة من الرجل، يعني مو نعش اليوم الموجود بالسابق، لا مثل الرجل يغطونها، ها يغطوها وبعد. وأكيدا أن المرأة لما أن تغطى مفاتنها ستظهر، تعرف هذه مرأة وهذا رجل، صح لو لا؟ تقول أنا أستقبح، مع أن الميت ترى مو ملزم هو بالستر ولا شيء، هو مات وانتهى موضوعه، المسؤولين عنا المغسلين والمشيعين واللي يدفنون هذول مسؤولين عنا، وأما هو المسؤولية خلاص بعد رفع القلم. قالت لها سيدتي، هاي رواية موجودة، سيدتي إني رأيت في الحبشة، ورواية تقول الملائكة يصنع نعش إلى النساء من جريد النخل مجوف يخلون داخل المرأة فتغطى فلا تعرف. قالت صفيه لي يا فضة، فوصفت لها النعش فتبسمت قالت سترتيني سترك الله يا فضة. هذول أهل العفاف، هذول أهل العفة، أهل الخدر. جيك واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وآله في إحدى حروب اصطحب ويا واحدة من زوجاته، وانت جاي تسمي زوجات النبي أمهات المؤمنين وجاي تبجل وجاي شص قضية. يقول لك وصل في موقع الجيش وقفوا يستريحون ويأكلون، وأعظم من خلق الله وايش يسوي؟ تعرف شو يسوي؟ يتسابق مع زوجته في البادية، مسوين ماراثون بالصحراء. صدقني شر البلية ما يضحك، هذا يألم يقتل الإنسان، لأن هذا نبينا. هذه روايات يودوها إلى الغرب ويقرونها عن نبينا، تبغيهم يحترمون هذا الإسلام؟ ما يحترمون لا إسلام ولا نبي ولا مسلمين. وهذا اليوم وفاته، روح افتح قنوات التلفاز مال البلاد الإسلامية، مو هي بلاد إسلامية؟ روح افتح القنوات، صدقني إذا ما شفت لك هذه ناطة ما أدري من وين، وهذه تتنطط وهي تتنقز وهذه، وكله والنبي ما يدرون عنه، صار كأن نصيب الشيعة بعد. الحمد لله، خلي نصيبنا، والحسين احنا افتهمناها نصيبنا، النبي نبي الأمة كلها، وإنكم عنا. يتسابق مع زوجته في الباد في الصحراء، إذا هي فازت فازت، وإذا فازت عادوا السباق مرة ثانية. قال إلها واحدة بواحدة، يلا خلنا نصف قدمنا ونتسابق بعد مرة ثانية. هاي يتناسبوا يا مقام النبوة، يتناسبوا يا مقام الرسالة. المعتصم ما سواها، كل حتى الكفار ما سووها، أن يخلي زوجتها المعتصم ولا المتوكل ولا غيره. الزوجة أو المرأة إذا ركضت بالطريق وأمام الناس وإيش بيصير فيها؟ مفاتنها بتظهر؟ هذا موقع يناسب نبي؟ يناسب زوجة نبي؟ ليش جايب هاي الرواية والصححة وتقول رواية صحيحة وشافوها فلان وعلان ومدري فلان وها؟ أبو أم مشركين يقول شلون انت؟ هذه العائلة الطاهرة النقية، الله تبارك وتعالى في فترة الرسل بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، هاي الفترة أمير المؤمنين يقول يا كميل إن الأرض لا تخلو من حجة قائما لله، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا. الأرض ما تخلو من حجة، هاي الفترة بين الرسل، هاي الفترة كلها من الحجاج؟ مو هالعائلة المباركة الطاهرة المطهرة؟ روح إلى جدهم، ما تروح إلى أبو تقول لي أبو مشرك، روح إلى جدهم.
عبد المطلب، ها عبد المطلب سلام الله عليه، هالبيت هالطاهر المطهر. عبد المطلب لما راح إلى أبرهة الحبشي جاء إليه يقول لي أين إبلي؟ أرجع إلي الإبل اللي أخذتوهم كلهم. ضحك أبرهة قال تعال أنا عبالي جاي بتسأل عن الكعبة ولا تهدمونها. قال لي عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. شل إيمان هذا؟ شل يقين؟ على فراش المنية عبد المطلب يقول من يكفل هذا اليتيم، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، من يكفل هذا اليتيم فتقر عيني قبل الموت. قام إلى أبو لهب قال أنا أكفله أبه، قال أما أنت فكف يدك عنه، لا تتقرب إلى أنت. شل عرفه هو أنت تستكثر. الله يقول وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى رؤيا المؤمن وحي يوحى. تستكثر أن هؤلاء قد يوحى إليهم بطريقة ما بأي طريقة من الطرق، بعد الأرض ما تخلو من حجة. عبد المطلب شوف الطهر، هذا جدهم، ما وصلنا إلى الأبو. إذا الجد بهالطريقة شلون عن أبو النبي؟ كان يمنع عائلته من زواج بين قوسين المقت. تعرف زواج المقت شنو؟ يجي الولد يتزوج زوجة الأبو. شايف شلون تستقبح الموضوع؟ واحد ها يفترش فراش والده وهي زوجة أبو، شل قبح هذا؟ هذا يسميه عبد المطلب زواج المقت، يمنع عائلته. وفي الجاهلية هذولا يزوجون من بعضهم الماء من بهالطريقة، حتى واحد من زعماهم، حتى واحد من رؤساهم جالسين على مائدة واحدة، والأولاد وزوجات الأبو موجودين كلهم ما شاء الله. واحد من الأولاد يطالع بوجه زوجة من زوجاته، وهي تتبسم وهو يتبسم لها. قال لي شنو القضية بني؟ عاجبتنك زوجتي الظاهر؟ قال بلى أبوي عاجبتني. قال خذها توكل على الله، عندنا خير واجد إحنا، بعد ما أقدر أقول تزوجها، عطاها وياه. فأنجب منها واحد حاطين على الأعناق شايلينه ويمشون بيه بكل مكان. ما يقدر، ما يتحمل لما يمر على هالرواية وتقول إلى عبد المطلب منع عائلته من زواج المقت، فمجده الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزل آية بهالمعنى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول لك إلا ما قد سلف، خبهني المعنى، مو إذا مات الأب يجوز، لا 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 ما يجوز، يعني ما عفى الله عما قد سلف أيام الجاهلية. هاي الزواج كانوا في أيام جاهلية، أما اليوم فقد حرم، وعبد المطلب يحرمه قبل تحريمه في القرآن الكريم. هذا هو أهل البيت، هذا هو النبي. ها يجيك واحد من المؤرخين يقول لك كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وآله يسألونه عن أحوال أمهاتهم وآبائهم، وهو يعني يبغون يعرفون في الجنة لو في النار. الله بعد ذلك منحهم نهاهم عن ذلك: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال تسألون. واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، اسمحها والله هاي الرواية، يقول دخل على النبي قال إلى يا رسول الله أين أبي؟ أنا والله قلق عليه، ما أدري بالجنة لو بالنار، وأنا مشوش مخي عليه يعني. قول إلي هذا أبويا. يقول لك لأن النبي نبي رحمة وعاطف عنده وقلب حنون على المسلمين، قال إلي تعال يا أبوي تعال اقعد إلى جنبي، اعلم أن أباك وأبي يتقلبان في نار جهنم. حتى شوي يخفف عليه، وحتى ما يعني شوي يقول إذا أبوي أنا بالنار أنت أبوك بالنار بعد، يلا خلي الموضوع يمشي بهالطريقة. وقبل أن نناقش الرواية شوف هذا شي يقول، يقول واعلموا أنه لم يكن يعني عبد الله، ترى مو أبو عبد الله، من هو عجل يعني؟ قال يقصد أبو طالب، أبا طالب، لأن القرآن الكريم أنزل العم منزلة الأب في قضية آزر وإبراهيم الخليل. شوف المقرود يعني ما ظل واحد، خلوا أنزل قول أبو لهب، قول واحد منها عموما، ما ظل إلا أبو طالب هو المقصود بالرواية، هو المقصود في الرواية. صدقني ما أدري هالمنحوس ناء. الله تبارك وتعالى خلق الجنة وتوسع الناس كل هالجنة، إيش بضرك أنت لو دخل أبو طالب وحطوا بيت في الجنة؟ شنو بضرك أنت؟ ما أدري شو القضية. بغضا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم، لذلك أقول لك النبي مظلوم.
ولأنه مظلوم خرج عندنا جيل من العلماء، رعيل من العلماء الماضين رحمهم الله والباقين أيدهم الله، رعيل من العلماء نسميهم رجال الحديث، هذول محصون الروايات يدققون في الرواية تدقيق، فإذا تجاوزت هاي كلها الشروط سموها رواية محققة، وإلا رمينا بها عرض الحائط. ليش؟ لأن عندنا روايات وهب بن منبه ما قصر، كعب الأحبار ما قصر، يهودي وأم يهودية وأبو يهودي، ويأتي إلى المسجد يفتيه ويروي عن النبي. أنت وش دراك بالنبي أنت؟ في رواية دخل أمير المؤمنين يوم الأيام المسجد وإذا بواحد من هؤلاء القاصين يسمونهم قاصا يقص، يجيب لهم روايات وهم يسجلون، تعرف هذول مدفوعين الأجر يبغون يرفعون شان واحد ويهبطون من شان الثاني. إجا وقف على رأس أمير المؤمنين قال ليش تسوي؟ تحدث عن رسول الله؟ قال بلى. قال ونحن قريبي عهد، إحنا اللي عشنا وياه مو أنت، أنت من وين جايبينك أنت؟ أسألك مسألة فإن لم تجبها أراويك أنا اليوم. أسأله أمير المؤمنين مسألة فلم يجب، قال لي أوقف على طولك. لخاطراك أمير المؤمنين بعد ما عادها بعد يضرب أمير المؤمنين إصطار ما يقوم بعد، يمكن استخف بعد. هذا ولا مشكلة، قضية مؤلمة، وتروح بالتاريخ والله تتألم على هالنبي العظيم نبي الرحمة. إحنا أمة المرحومة، الله رفع العذاب عن الأمة، الأمم السابقة كلها عذبها في الدنيا إلا هذه الأمة، مع أن ما اقترفته أعظم ناقة صالح الله نزل عليهم العذاب. فاطمة الزهراء تعصر بين الباب والجدار، قد يسأل واحد ليش معذبهم؟ ناقة صالح أنزل العذاب، والإمام الحسين يرد بخيول الأعوجية ما أنزل العذاب الله. تعرف ليش؟ لأنها النبي فينا، أنها النبي العظيم رحمة إلينا، أجل الله العذاب من الدنيا إلى القبر ببركة النبي. في أحد تشق جبهته، تكسر رباعيته، أسنانه، الدماء سائلة من رسول الله، جابوه وسندوه إلى صخرة والدماء تجري من جوانبه، كريمتهم امتزجت بدمائه. الزهراء أقبلت لما وصلها الخبر مع الفواطم معها، الفواطم أقبلت باكية العين تعثر في أذيالها حتى وصلت إلى النبي وألقت بنفسها عليه. إذا بواحد من المتزلفين شايف الناس اللي يستغلون المواقف ينادي يقول يا رسول الله ادعوا على قريش حتى يستأصل الله شأفتهم يمحوهم من الوجود. التفت إلى النبي قال لويحك أنا ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. وأي دعوة يا رسول الله؟ وبالرواية أن النبي لما عرج به إلى السماء من حجاب إلى حجاب ناداه القدر، قال شرف بساطنا بن عليك، قال لي يا محمد إن لكل ضيف قرى، كرامة يعني أنت لما يجيك الضيف الضيفة وتكرمه، فاطلب يا محمد. قال إلهي لا أسألك بأمي ولا أسألك بأبي ولا أسألك بعشيرتي، وإنما أسألك أمتي أمتي. جازتك يا رسول الله الأمة، ردت الجزاء الأمة أضعاف مضاعفة. يأتيه النداء يا محمد أنت نبي، أنا رب لطيف وأنت نبي شريف، وما من أمتك إلا عبد ضعيف، وعزتي وجلالي لأجعلن القيامة قسمين، قسم لي أنادي فيه رحمتي، وقسم لك يا محمد تنادي فيه أمتي أمتي. تعرف شانك هناك يوم القيامة إذا حشرت في زمرة رسول الله، مو أنت اللي قاعد بمآتمهم بمحافلهم، من يدافع عن النبي اليوم؟ إحنا تعال روح اسأل النبي العظيم هاليوم أحبتنا المؤمنين والمؤمنات على فراش المنية، يمد يدا ويقبض أخرى، اجتمعت عندها العشيرة، اجتمع الأصحاب، فتح عينه النبي بأبي وأمي قائلا علي بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. أغشي على النبي،
وإذا بواحد يقول كفانا كتاب الله، شلون كفانا كتاب الله؟ إذا بنتبع القرآن، القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا ما أدري شي يسمونه. فتح عينه ثانية قال أين الكتف والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا بصوت نفس الصوت في أذن المصطفى إن الرجل ليهجر ونبيا ومحمدا. الله يقول وما ينطق عن الهوى، من وقع الكلمة أخشي على النبي، ارتفعت الأصوات في داره، هذا يقول هاتوا له ما يريد، وذلك يقول كفانا كتاب الله. فتح النبي عينا، اخرجوا من داري إذ لا ينبغي عند نبي تنازع. طلعوا من الدار واحد ورا الثاني، آخر واحد ماسك عبادة الباب أمير المؤمنين عليه السلام، أراد أن يخرج ويغلق الدار على النبي. قال أما أنت يا علي فابق معي، تعال يا أمير المؤمنين سندني إلى صدرك واسمع وصيتي. سنده إلى صدره، أراد أن يوصي زفر زفرا. يرتعش في صدر أمير المؤمنين من الضعف، ويبغي يوصي الوصية، بس وصية مؤلمة على قلب رسول الله. قال يا علي اصبر على المصيبة، مصيبتك يا رسول الله أنا صابر إن شاء الله. قال لا يا علي أكو مصيبة أعظم. أي مصيبة يا رسول الله؟ قال يا علي كأني بك تنظر إلى فاطمة تعصر بين الباب والجدار. يا علي اصبر إذا رأيت عينها محمرة، يا علي اصبر إذا سمعت تكسير أضلاعها، يا علي اصبر إذا أسقط المحسن من بطنها. قال رسول الله أنت راضي بهالمصيبة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. استمرار الرسالة بصبرك. قال صبرا على البلاء يا رسول الله. بينما هما كذلك وإذا الباب يفتح، إجت أم المصيبة، إجت أم الحسن والحسين لابسة السواد معصبة الرأس، خل إيدها على خاصرتها فاطمة مو قادرة توقف من مصيبة أبوها. دخلت وأولادها معها، شافت النبي في صدر أمير المؤمنين، أقبلت مسرعة ورمت بنفسها عليه، دموعها جارية. النبي طالع بوجه فاطمة، قام يحدق في وجهها، تقول له رسول الله ايش فيك تحدق في وجهي؟ اشوفك تارة تنظر الى عيني وتارة توجه نظرك الى موضع ثاني، ايش صاير يا رسول الله؟ قال فاطمة وخلى ايده على عينها، فاطمة كأني بعينك تخسف. ودموعها جارية. فاطمة اسمع النبي شي يقول إلى فاطمة الزهراء، يقلها لا تبكين يا زهراء ترى ولك آذيني، إلك عصرة وإلك لطمة على عيونك بعد عيني، بعد وإلك مسمار يشق صدرك، ولك مسمار يشق صدرك يآذيك ويآذيني.
وإليك ظل عين خلف الباب يم الحسن تتكسر يضربونك بعد عيني ومنك ينغصب حقك ويعصرونك بصير الباب ويطيحون الحمل منك أوالي أوالي والمسمار يم حسين يصير مخضب بدمج وتشوفين باب الدار بالنيران يتسعر. أرجوك تأمل بهذا البيت يقول تعالي إذا خلاك أمير المؤمنين على المغتسل وش بتسوين في علي؟ يقول بتخلي داح الباب ينحب ساعة التغسيل كل ما صب عليك الماي من عيونك دموم تسيل بتموتين مظلومة وبشيعونك بنص الليل وبتخلين قلب حسين وقلب الحسن يتفطر آجركم الله بينما هي كذلك وإذا بالباب يطرق ألم مناد ومحمدا فتح النبي عينه في وجه فاطمة بني قومي وافتح الباب ترى اللي على الباب ما تمنع الحجاب ولا توقفه الأبواب من هذا يا رسول الله أخشي على النبي قامت فاطمة من الطارق قال يا ابنة محمد أنا المفرق بين الأحباب أنا هادم اللذات أنا من يعمر القبور ويهدم الدور أنا ملك الموت صاعد فاطمة وأبتا ومحمدا واعلمي يا فاطمة أنني لم أستأذن على أحد قط وقد أمرني الله بالاستئذان فهل تأذنين لي يا فاطمة؟ أيوة مصيبتي. الله أكبر. هذا اليوم ملك الموت يستأذن الملائكة على الباب يستأذنون وما أدري غدا تغاد النبي لما يقبر والجرح لما يندمل شي يسوون بالزهراء ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي عليه يا أهل بيت الرسالة ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي عليهم يا أهل بيت الإمام بل ادخلوني على المظلل بالغمام أطلب الرخصة من النبي سيد الكون نادى النبي قومي يا زهرة وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب بو يم الحسن هذا المفرق بين لحبة بس هالله الله عقب عين بحسن آجركم الله دخل ملك الموت مناديا السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام
يخصك بالتحية والإكرام، وهو يخيرك بين المكوث في الدنيا أو الرحيل عنها. واعلم أنه لم يخير نبيا ولا وصي نبي قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. عظمة رسول الله والوحيد الذي يخير. آجركم الله، قال النبي: يا ملك الموت أمهلني حتى يهبط حبيبي جبرائيل أستشيره في هذا الأمر. قال: حبا وكرامة، ارتقى ملك الموت إلى السماء. ما يقدر يوقف عند رسول الله، بقاء مؤذي إلى فاطمة، مؤذي إلى الحسن، مؤذي إلى الحسين، مؤذي إلى علي. ارتقى إلى السماء، التقى بجبرائيل. نعم يا ملك الموت، أخي يا ملك الموت، هل قبضت روح حبيبي محمد؟ قال: لا يا جبرائيل، هو ينتظر نزولك عليه ليستشيرك في البقاء أو الرحيل. قال: يا ملك الموت، ألا تنظر إلى أبواب السماوات تفتحت، وإلى الجنان قد زخرفت، وإلى الحور العين قد تزينت لاستقبال روح رسول الله. آجركم الله، هبط جبرائيل ومعه ملك الموت. جاء عند رأسه: أخي يا جبرائيل، ما تقول في بقائي في الدنيا أو الرحيل عنها؟ قال: يا محمد، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أين المنادون ومحمد ونبيا؟ قال: اشرع في أمر الله يا ملك الموت. جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، نادى: يا علي، خذ رأسي إلى صدرك، وإذا خرجت روحي فامسح بها وجهك. فاطمة عند قدمه، وقد شرع ملك الموت في قبض روحه. صاح النبي: فاطمة، ضعي حسنا وحسينا على صدري. فأنا أحب أن أنظر إليهما وروحي تخرج من جسدي. شرع ملك الموت في قبض روح رسول الله. إذا خرجت روح المصطفى نقف إجلالا لرسول الله، تعظيما لهذه المصيبة العظيمة.